عملية انتحارية جديدة تبناها تنظيم القاعدة في اليمن، وكانت هذه المرة في عمق الدولة وعلى بعد مئات الأمتار من القصر الرئاسي ومقر قوات مكافحة الإرهاب والأمن المركزي. تنظيم القاعدة وصفها بالعملية الانتقامية لقتلاه ولضحايا قوات الأمن المركزي من اليمنيين بحسب وصف بيانه الأخير. وزارة الدفاع أكدت مقتل وإصابة العشرات في العملية التي نفذت أثناء تدريبات تجريها القوات الحكومية استعداداً لعرض عسكري بمناسبة ذكرى توحيد البلاد. الوزارة أكدت أن القتلى من طلاب كليتي الشرطة والحربية ومن قوات النجدة والأمن المركزي، باحثون متخصصون في شؤون الجماعات المسلحة قدموا تفسيرهم لما حدث، في حين أن القاعدة والتسريبات الإعلامية التي وصلت لوسائل الإعلام أن القاعدة ستنفذ عملية كبيرة في صنعاء، وفي حين هنالك عرض عسكري سيحضره بحضور بروفات بحضور وزير الدفاع ورئاسة هيئة الأركان يتحدث عن ضباطهم في الأمن المركزي عن إجراءات أمنية رخوة في منطقة مسؤول عن حمايتها الأمن المركزي والحرس الجمهوري. قياديون موالون للرئيس السابق علي عبد الله صالح وآخرون في تكتل اللقاء المشترك دانوا العملية وأبدوا استغرابهم مما وصفوه بالتقصير الأمني، وتحدثوا عن تداعيات العملية على الأوضاع في البلاد. مثل هذه الأعمال بالعكس سوف تدفع إلى المزيد من الخطوات الصحيحة لإنهاء انقسام الجيش وكذلك توحيد أجهزة الأمن واتخاذ إجراءات صحيحة في إطار بناء الدولة اليمنية الحديثة. العملية الانتحارية سبقتها بأيام تحذيرات من قيادات أمنية عن عملية انتحارية ستنفذ في العاصمة صنعاء. عملية انتحارية هي الأخطر والأبرز ضد القوات الحكومية اليمنية بالنظر إلى حجم الخسائر وطبيعة الاختراق الأمني فيها وتوقيت تنفيذها ومكان التنفيذ على بعد مئات الأمتار من مبنى قوات مكافحة الإرهاب والأمن المركزي والقصر الرئاسي. عبد الله غراب، بي بي سي، صنعاء.